ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. مرحبا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، وبنستمر في هذه الرحلة مع أعلام دولة التلاوة في مصر وفي عصرها الذهبي بالتحديد. يأتي اسم فضيلة القارئ الشيخ محمد سلامة، كان له الكثير من الأيادي البيضاء على أسماء كثيرة بعد ذلك من أعلام القراءة في مصر، كالشيخ كامل يوسف البهتيمي والشيخ محمد صديق المنشاوي رحمة الله على الجميع. أهلا بكم في حلقة جديدة من مصر دولة التلاوة. امتلك الشيخ محمد سلامة صوتاً قوياً وقوراً وحنجرة سميت بالحنجرة الفولاذية تتحمل التلاوات الطويلة بلا إجهاد. ذاع صيته ونال من الشهرة والمجد ما لم ينله قارئ في العصر الذهبي للتلاوة. رحم الله الشيخ محمد سلامة صاحب الصوت القوي. مرحبا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، مرحب بفضيلة العلامة الأستاذ الدكتور علي قمعة. أهلا بكم صاحب الفضيلة. أهلا وسهلا بكم. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. أولا أنا أتوقف النهاردة مع أحد القراء من الجيل الذهبي وهو الشيخ محمد سلامة. برأي حضرتك ما هي ملامح مدرسته، لأنها بعد كده انطبعت على تلاميذه وعلى أبنائه من القراء بعد ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. الحقيقة إن سيدنا الشيخ محمد سلامة رحمه الله تعالى وهو مولود 1899، يعني نهاية القرن، يعني فاضل سنة ونقفل على 1900 وتتغير 18 إلى 19. الراجل ده محمد سلامة ربنا يعني أطال في عمره قليلا فمات 82، يبقى بالشكل ده كان عنده 83 سنة عند الوفاة. في هذه الرحلة الشيخ محمد سلامة كان يأخذ نفسه بالشدة والقوة والهمة، فكان يظهر أمام اللي واخدين المسألة سهلة وميسرة ويفعل فيها ما يشاء بأنه يعني متشدد شوي. هو ما كانش كده، هو كان بيتقي الله تملي ومعتز بالقرآن وخايف يكون سببا لأي مسيس ومساس بهذا الكتاب العظيم، فتلاقيه تملي إيه متحفظ في نفسه علشان ما يقعش في الغلط. لكن هو من مدرسة
ومن بركات محمد الصيفي طبعا، واخد بالك. والغريب ان وهو تلميذ محمد الصيفي تماما وهو استاذه، حتى انه كان يلازمه ملازمة الظل. مش هنقول بقى ازاي راح الكتاب وحفظ وعمل القراءات واتقن والتجويد وكذا، لكن الشيخ محمد الصيفي كان قارئ الصورة في السيدة فاطمة النبوية. نعم. كان تملي معاه. كان تملي معاه. ملازم لي على طول. ملازم لي. يعني. لدرجة ان الشيخ محمد الصيفي عنده ظرف، عنده حاجة طارئة، ما قدرش يروح النهاردة صلاة الجمعة لأي سبب إن كان في البلد، في هنا في هنا، أم الشيخ محمد سلامة يقرأ مكانه، يسد مكان الشيخ الصيفي، واخد بالك. فارتبط بالسيدة فاطمة وارتبط بسيدنا الشيخ محمد الصيفي. فالمهم الحاصل إنه الشيخ محمد سلامة مسك بعد الشيخ محمد الصيفي فاطمة النبوية. الشيخ محمد الصيفي راح سيدنا الحسين وهو راح مسك مكان. تمام. دي كانت مات 55، قعد 12 سنة في سيدنا الحسين، وده استمر لغاية 82 وهو بيقرأ في سيدنا الحسين. من 43 ل 82 كام سنة؟ 40 إلا واحد. واخد بالك؟ وهم بيكتبوا يقول لك إيه؟ وجلس يقرأ في السيدة فاطمة 50 سنة. مجازا يعني، لأنه طول يعني. لا مش مجازا. ده حقيقة. ليه بقى؟ هم الفين العشر سنين راحوا فيه. 11 سنة. ما هو ظل الشيخ محمد الصيفي. أيوة صحيح. ما هو في العشر سنين دول اللي هم الفرق بين الأربعين والخمسين. يعني شوف، ده يخليك ما تبادرش للإنكار. صح. ويجب ان انت وانت بتقرأ تبقى واعي. واخد بالك؟ ما تنقلش كده وبس وخلاص. وتقول 50 سنة وبعدين يطلع 40 سنة وبعدين تحتار بين الخمسين والأربعين فتنكر. ده اللي احنا ماشيين فيه دلوقتي، اللي هو يعني ايه اسمه العلم تيكاوي. بالشبه. لا بالشبه. لا احنا عايزين بالتحرير. فعلا هو كان يقرأ قبل 43 بعشر سنين مكان الشيخ الصيفي. لما كان الشيخ الصيفي بس مين اللي مكتوب عليه اسمه في المكان ومين المعين؟ الشيخ محمد الصيفي. الشيخ محمد سلامة كان يحب اتنين زي عينيه ويعتبرهم من أبنائه، الشيخ البهتيمي والشيخ المنشاوي. يا سلام. فهم اتربوا في بيته وأقاموا عنده إلى هذه الحالة. وبعدين جت سنة 69، الشيخ البهتيمي مات الأول في فبراير، وبعديه في يونيو 69 مات الشيخ المنشاوي. هما كانوا الاتنين يحبوا بعض قوي، البهتيم والمنشاوي، ومدرستهم واحدة، والمدرسة دي أطلقت عليها مدرسة سلامة. بالرغم ان هي في حقيقتها مدرسة الصيفي، والشيخ الصيفي هو اللي كان جايب الشيخ البهتيم، هو اللي جايب كل الحاجات دي. ولكن بالرغم من كده وبالرغم من ان هو صاحب المدرسة الاساسي، الا انها نسبت الى الشيخ سلام. فحضر الشيخ سلامة في وفاة البهتيم، فقالوا له قوم اقرأ. هو واقف في العزة ياخد العزة، معتبره انه ده ابنه اكيد. فقال هقرأ في ميتم ابني، لا حول ولا قوة الا بالله، وبكى ودخل. وبيقول لك لما قرأ في ميتم الشيخ البهتيمي اللي هو بيعتبره ابنه، يعني ابدع ابداعا شديدا. فكان ينافس سيدنا الشيخ مصطفى اسماعيل. وحد ينافس مولانا الشيخ مصطفى اسماعيل؟ ما هو اكبر منه بست سنين. يعني مصطفى اسماعيل سنه 5 مظبوط، وده سنه 99، الفرق بينهم ست سنين مظبوط. فكان لما يجتمعوا في مكان او كذا الى اخره،
قوم ايه يطول في القراءه جدا علشان يعني ايه يعكس شويه سيدنا الشيخ مصطفى السبعين. طيب انا هستاذن حضرتك لسه، انا عايز اعرف معلومات اكتر ازاي المشاكله الجميله ما بين المشايخ والائمه الجمال دول كان شكلها ازاي، كيف تكون كيف تكون يعني. نعم استاذن حضرتك واستاذنكم بعد الفاصل، ارجوكم خليكم معنا. سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. الأستاذي شيخ محمد سلامة صاحب مدرسة، مدرسة التصوير النغمي، هذه المدرسة التي بدأها شيخ منصور بدار، شيخ محمد سلامة، شيخ عبد الفتاح الشعشعي، تسمى التصوير بالدرجة. هذا العملاق، هذا القارئ المتميز الذي أثر على الجيل الذي أتى بعده، سبحان الله يصعد بجواباتي، يقولوا إيه جواب حراق. يعني جواب حراق؟ ممكن كلمة واحدة تجعل الأفئدة تهتز لها، ثم ينزل قليلا إلى القرار لكي يستريح ولكي يشوق المستمع للجواب القادم. هكذا قل ادعوا الله، ثم يهبط إلى القرار يريح ويشوق المستمع، أو ادعوا الرحمن. رحم الله القارئ مكتشف النجوم، مكتشف المواهب، فضيلة الشيخ المدرسة الشيخ محمد سلامة. بمدينة مسترد بمحافظة القليوبية ولد شيخنا الراحل محمد سلامة، والذي كان من أوائل أعلام مصر دولة التلاوة والمعلم الأول لكبار المقرئين. وبملامحه الطيبة وأخلاقه الحميدة وصوته العذب الفريد حفر سلامة مكانته بقلوب محبيه، فهو الحافظ لآيات الله عز وجل والمعلم بها لكل من جاوره. برحب بحضراتكم مرة تانية، وبنستكمل حديثنا حول فضيلة الشيخ القارئ محمد سلامة رحمة الله عليه مع فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور علي جمعة. أهلا بحضرتك مرة أخرى مولانا. أهلا وسهلا بكم. أهلا بحضرتك. توقفنا في يعني في الجزء اللي فات عند إزاي الشيخ محمد سلامة كان بيشاكس الشيخ مصطفى إسماعيل رحمة الله عليهم الاثنين، وكان كده ما بينهم يعني مشاكسة المشايخ الجمال يعني، فكانت وصلت لفين؟ لا هم في 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 النهايه بتوصل الى انت عارف ده تحدي وانت مش قدي ويقعد ها بدا. فكان عندهم لطافه وكان عندهم ظرف، الظرف اللي هو الناس بيقولوا عليها ظرف لكن هي في اللغه العربيه ظرف ظرف ظرف. فعنده ظرف كده ولطيف خفيف في امانة الله. فكان مثلا لما يبقى في ليلة أو مناسبة أو حفلة ولقوا رؤى بعضهم قدام بعض، قوم إيه يطول شوية اللي هو مسك الحكاية من الأول. أيوه. سواء كان الشيخ مصطفى يطول عليه أو هو يطول على الشيخ مصطفى. بس الشيخ مصطفى قبل في الإذاعة وبدأ في العطاء فانتشر. الإذاعة بيبقى ليها قصب السبق أكيد في الحكاية دي. لكن الشيخ محمد سلامة زعلان قوي من حكاية الإذاعة دي، فراح عمل، ودي فكرة محمد الصيفي مظبوط، حاجة اسمها رابطة القراء.
ورابطة القراء دي تشبه فيما بعد اللي عمله الشيخ الحصري. محمود علي البنا ومعاه كان الشيخ الحصري أعتقد الشيخ الرزيقي وراحوا للسادات وكده واشتكوا أستاذنا صوفيا أبو طالب علشان كان رئيس مجلس الشعب وأخر النقابة فعمل رابطة قبل الثورة. فالرابطة دي رابطة القراء هي فكرة محمد الصيفي زائد محمد سلام، هم دول اللي احتملوا عبء إقامة رابطة القراء. طب هل فعلا كان مش عايز أقول يعني كفر ولكن يعني رفض أو أنكر فكرة أن يقرأ القرآن في الميكروفون؟ لا 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 مش لا ده هو ده عليه تسجيلات موجودة في البداية خالص، يعني كان متشدد في البداية تجاه الإذاعة. لا هو بس متشدد تجاه الإذاعة لأسباب، والأسباب كانت واضحة عندهم جميعا، بس بعضهم كان ياخدها باللطافة وبعضهم كان ياخدها بالشدة، فهو كان بياخدها بالشدة. إيه هي الراديو ده هيكون فين؟ مظبوط. وأنا أقرأ، هل سيكون هناك آداب للاستماع؟ هل سيكون هناك تعامل حسن مع قارئ القرآن؟ هل ستلتزم بشروطنا؟ وهكذا. ولذلك بعد الثورة عمل برضو حاجة كده زي اتحاد ولا كده عشان يخدم الثورة، علشان الناس كلها فرحانة نخدم الثورة ازاي. فدخل الإذاعة، فلما دخل الإذاعة هو له مرتب في الشهر، فراح ياخد المرتب فلقى طابور. قال ازاي يعني ده انا شيخ برضو العزة بتاعت المشايخ ده هقف في الطابور؟ دي معاملة مش محترمة لينا. ولذلك بقى ما يعني تتصور ان الإذاعة بجلالة قدرها ملهاش اللي عندهاش الا 50 دقيقة وخمسين دقيقة للشيخ فقط. لكن في بعض الناس مسجل له حاجات حوالي 30-40 حتة كده، مسجل له سورة الأنبياء، مسجل له سورة وهكذا. تسمع بقى تقول ايه دي؟ ده فلتة محمد سلامة، ده فلتة، وده يصلح فعلا أن ننسب إليه المدرسة. شوف ازاي لما يدخل في البيات وبعدين بقى يشتغل، يروح لك في الرصد وبعدين بيقول لك لما يوصل الى الدرجه الثالثه ينتقل لايه. بيقولوا ان هو كان ليه، اسف يعني المقاطعه، بس بيقولوا ان هو كان ليه طقوس كده حتى جسديه لما كان بيجي يقرا القران، يعني كان يقعد على ركبته مش كده؟ على ركبته كانوا بيصلي، كان مصلي، وبعدين لما يعلو بالجواب او يدخل في بدايه الجواب يجي قايم يقف على ركبته. يعني كانه فيزيكالي يعني جسديا بيتفاعل جسديا مع الصوت ومع مفهوم المقام. في طرفه يعني ان هو مره كان بيقرا في مأتم والناس عامله دوشه فبطل قرايه ونزل اداهم كلمتين في استماع في اداب الاستماع للقران الكريم. ده كان موجود من زمان. يعني هو بيقلد فيه ناس سبقوه بكتير. كان عندنا واحد كان اسمه الشيخ اسماعيل سكر. الشيخ اسماعيل سكر ده في اوائل القرن العشرين. فالشيخ اسماعيل سكر كان يقول ايه؟ قرآن. وبعد ما يقدم بالقرآن يقول بيتين شعر او ثلاثة او كده وغنى. ارك عصية الدمع مش عارف كده. فواحد من السميعة الله الله بتاع مش عارف ايه، وبعدين خلص الايه صدق الله العظيم، خلص الايات بتاعته، راح بيقول له ايوه يا عم الشيخ ندخل بقى في الجد اللي هو الغنى. زعل قوي الشيخ، ما هو برضو حد يقرا واخد بالك. هي كلمة جرت على لساني من غير قصد، يعني هو ايه ندخل بقى في الجد يعني من ناحيه المقامات ومن ناحيه البتاع، لكن كلمه قبيحه لان السياق بتاعها وحش قوي لانها جت في القران. فقال له هو اللي احنا كنا بنقوله ده هزل وده جد؟
والله ما انا وقام زعل ومشي. فهو تصرف الشيخ محمد سلامة هو تصرف عرفي، يعني العرف كده، العرف انه لما يحصل كده يعمل كده. بل كان في بعضهم يعمل كده لما الناس تدخن او لما الناس تتكلم مع بعضها مش تقوم وكذا. فطبعا دي الحاجات دي، لانه ولذلك حتى الان والقارئ بيقرا كلنا قاعدين في العزاء ما ينفعش يقوم. ولما طول القارئ وبنبعت له حد نقول له ايه يعني اختصر شو علشان فيه بس تدخل وتخرج يعني خروج ودخول وكده مظبوط فيختصر. فما زالت هذه الـ 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 الاحترام أكيد. للقرآن الكريم طبعا. وللتلاوة المباركة موجودة لغاية دلوقتي من تصرفات طبعا. إسماعيل سكر والشيخ محمد سلامة والناس الأكابر يعني. اللي أقروا لنا العرف، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. نعم أكرموا القرآن فأكرمهم بكل تأكيد يعني. نعم شكرا جدا لفضلتك يا دكتور علي جمعة، شكرا جزيلا. شكرا لكم. شكرا لحضرتك. شكرا موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. روى أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجاء أعرابي فقال يا نبي الله إن لي أخا وبه وجع. قال وما وجعه؟ قال به لمم. قال فأتني به. فأتاه به فوضعه بين يديه فعوده النبي صلى الله عليه وسلم بفاتحة الكتاب وأربع آيات من آخر سورة البقرة وآية الكرسي وآية من آل عمران شهد الله أنه لا إله إلا هو. وبهذه قام وكأنه قد نشط من عقال. فالحمد لله الذي جعل الشفاء في القرآن. وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل.